أحلى وميت سهلة فيكم بحلقة الكاريزما مع كارول. شو فوايد الكاريزما؟ خلينا نبلش هيك. تخيل حالك فايت على أوضة وجذبت انتباه كل شخص بهيدي الأوضة. كل العالم برمت عليك، كل العالم بدها تعرف أنت شو عندك تحكيه، كل العالم مثل المغناطيس بينشدوا لك، بحبوك. تتركي بصمة بعقل كل شخص تمرقي إيه؟ بحياته. العالم بتصير بتوثق فيك، العالم بدها تعمل اللي انت بتعمليه. في اشاعات بتقول انه الكاريزما بتخلق مع الانسان ولا ممكن تكتسبيها اذا مش خلقانة معك. اشاعة فقط لا غير. الكاريزما هي بيسكلي مثل كأنك عم تتعلمي موهبة جديدة تتصرف فيها. اليوم مع بعض بدنا نحكي على ثلاث شغلات اساسيات، الكور تبع الكاريزما. إذا تعلمتيهم بوعدك حياتك من اليوم رح تنقلب فوقاني تحتاني، رح تشوفي فرق ما بحياتك شفتيه من قبل. هل هي سهلة؟ ممكن كتير تعمل انتميديشن لكتير من الناس اللي مثل وهرة انه لا يمكن ما بقدر اوصل لهيدي المرحلة، بس انت حطيتي شغلة بعقلك ولا ممكن ما توصلي لها. بدنا نتذكر مثل ما بقول بالحلقات الماضية، معدل 66 يوم شو ما كانت تكون العادة اللي انت عبالك تغيريها انت قادرة تغيريها، والكاريزما واحدة فيهم. ما دامنا فايتين على سنة جديدة خلينا نبلش السنة الجديدة بريزوليوشن انه يكون عندك الكاريزما القوية كتير. رح نعطي ثلاث نصايح اساسيات ورح نعطي كمان هيك ثلاث نصايح على السريع قبل ما نبلش بثلاث نصايح الاساسيات اللي فيك تعمليها بوست. يعني هلأ بهالتكة فيك تعملي بوست للكاريزما تبعيتك بالحديث تبعولك مع فئة من الناس صغير أو كبير، يعني كان جروب من الصبايا ولادك أو أنت عم بتجربي تعملي سيمينار ولا شغلة تخاطبي فيها ناس كتير. عندك ثلاث شغلات إذا عملتيهم رح تحسي ببوست إنستنت، يعني بهالتكة حتحسيها علية الكاريزما اللي عندك. رقم واحد، بآخر الجملة لما تحكي وطي صوتك، النبرة تبعيت صوتك بآخر الحديث. فهمت شو قصدي؟ يعني انت عم تحكي حتى النبرة تبعيتك مثل ما هي واخر الحديث وطيها. رقم واحد. رقم اثنين، جرب انتبه على الطريقة اللي انت عم بتحركي نود، يعني تعملي هيك، هيدي اللي موافقة على كل شيء. بدك تنتبه انك ما تعمليها بكترة وبسرعة، يعني ما تضلي كل ما حدا يكون عم بيحكيك، هيدي بتخفف الكاريزما تبعيتك. بدك تعلي الكاريزما تبعيتك، بدك تنتبه انه تكوني عم تعمليها بالوقت اللي لازم تعمليها، انه انت موافقه على شيء مش بسرعه كتير. رقم ثلاثة، برقم ثلاثة اللي بديك تعمليه انه قبل ما تحكي الجمله تنطري ثانيتين، عدي واحد اثنين وبعدين احكي الجمله. هلا هل هاي بتعملك بوست للكاريزما وبتبين انه عندك كاريزما قدام جروب معين؟ ابسولوتلي ايه، اكيد ايه، بس هيدا الشيء اللي خارجي ممكن تعمليه بثواني. الاشياء الاساسيه بدها تاخذ معك اسابيع لحتى تقدري تتمرني عليها وبرفكت، تعمليها كانك بيرفكت. كل شيء بياخذ تمارين، فبليز ما تستسلمي. اذا بتريدي رح تتغير حياتك بشكل مش طبيعي. انا ناطرتك بعد كم اسبوع لما تمارسي هاي التمارين تخبريني شو صار معك. تعالوا نبلش مع بعض بالثلاث شغلات الاساسيات لحتى يكون عندك الكاريزما. السلوك تبع الكاريزما بيتضمن ثلاث عناصر أساسيات. إذا كان عندك هدول ثلاث عناصر عندك كاريزما توب. أول وحدة اللي هي الحضور تبعولك، رح نحكي عنهم بتفاصيل أكتر. تاني عنصر أساسي اللي هو النفوذ، السلطة، القوة تبعيتك. ورقم ثلاثة عندك الدفع تبعولك، حنحكي عنهم بتفاصيل أكتر. هدول ثلاث شغلات بيتضمنوا انه نستعمل الوعي واللاوعي تبعنا حتى نقدر انه نمشي هدول الثلاثه يمشوا معنا بسهوله اكثر. لازم يكون عندنا المنتل ستيت الصحيحه، اللي هو المنتل ستيت اللي شو عم بيصير هون، لحتى نقدر هدول الثلاث شغلات نمشيهم مثل ما نحن بدنا ونعمل تمارين اكثر ليكون عندنا موضوع الكاريزما. هلا لحتى ما ضيعكم خلينا نبلش باهم عنصر بهدول الثلاث عناصر اللي هو الحضور. مش الحضور، إذا عندك حضور عندك كاريزما 100%. شو معناتها كلمة الحضور؟ تتخيل حالك أنت أنك قاعدة مع شخص منه مركز بموضوعك، منه مركز بشو عم تحكي، منه مركز فيك أصلا،
ممكن يكون عم بيطلع فيك انه ايه ايه، بس عقليته او نص عقليته مش موجودين. شو بتحسي؟ بدون ما تنتبه لا وعي تبعولك بتضايق، بتنزعجي، بتحسي انه اللي قدامك مش خارج ثقتك. اللاوعي تبعولك بيقلك انه اللي قدامك منه خارج ثقه، اللي قدامك منه حدا بيجذبك مثل المغناطيس. اما اذا كنت عم تحكي مع حدا عنده حضور قوي، شو يعني حضور قوي؟ موجود بكل لحظه انت عم تحكي فيها ولا بقعدتكم مع بعض، موجوده. انا هون، عقليتي هون، جسمي هون، عيوني هون، هيدا هو الحضور. تقلك على شغلة، العقل حاعتك يا هيك، خلينا نقول انت قاعدة مع شخص نص عقلك منه موجود او عقلك كامل منه موجود، تقلك شو اللي بيصير؟ اللي بيصير انه الانسان من دون ما تعرفه معود انه يقرأ الفيس اكسبرشنز تبعيتك. الفيس اكسبرشنز يعني تعبير وجهك. بالطبيعة تبعيتنا كبشر اللاوعي تبعولنا بيلقط الface expressions تبعيتك، اللي هي طريقة شو وجهك عم بيعمل. وخليني اعطيك سر، انه اذا انت مش مركزة تركيز كامل مع اللي قدامك بخلال اقل من 17 ملي سكند تعبير وجهك بترجع لورا. يعني بيكون اللي قدامك عم بيحكي شيء، انت تعبير وجهك يا اما مأخرة يا اما مقدمة ب 17 ملي سكند غص من عنك. فانت هذا الشيء بدون ما تعرفي واللي قدامك بدون ما يكون بيعرف لغة الجسد بيلقط هذا الشيء اللي انت مش مركزة معه فيه، حتى لو انت عم بتحاولي انك قد ما فيك يكون عقلاتك مش معه بس جسمك معه، او عم بتجربي تبيني انك انت فهمانة شو عم بيصير. هاي بتنزم الكاريزما تبعيتك بشكل لا يوصف. الحضور، حضور، حضور، هيدي من اهم شغلة إلها دعوة بالكاريزما. هلا كيف يا كارول ممكن انه هذا الشيء نتدرب عليه؟ طب انا بعرف كثير ناس على فكره حوالي ما عندهم اياها القصه ابدا، لدرجه انه كذا مره انه ركزي معي عم بحكي معك، ركزي معي. وكذا وحده من اصحابي بتقلي كارول انه انا بجرب بس انا هيك طبعي مش عارفه شو اعمل. تعال اعطيك تريك لحتى تعرفي تتدرب عليها بشكل صح. في عندك شغله من ثلاث شغلات ممكن تتدرب عليهم هلا. حطي تايمر قدامك لمده دقيقه وحده بس، 60 ثانيه بس. بديك بهدول 60 ثانية تركزي على شغلة من ثلاث شغلات. يا أما نفسك، لما بدك تركزي على نفسك تركزي على نفسك، شو عم بيصير بمنخارك، شو عم بيصير بالقفص الصدري، ركزي على نفسك لمدة 60 ثانية كاملة ولا شيء تاني. رقم اثنين، فيك كمان تركزي على الأصوات اللي حواليك. في طريقة انك مثلا كأنك تتخيلي في معلمة مديتيشن بتحكيها هيدي، انه فيك تتخيلي مثل كأنه دينيكي مثل ساتلايت ديش تبعت الساتلايت، وانت عم يور بيكن اب كل شغلة، كل صوت عم بيمرق من حدك عم تلقطي. ورقم ثلاثة انك تجربي واحدة من الثلاثة، مش ضروري الثلاثة مع بعض. رقم ثلاثة انك تجربي تنتبهي وتركزي على حركة اصابع اجريك. اعملي لي هلا، اعملي باوز وجربي هاي الشغله لمده 60 ثانيه. رح تلاقي حالك انه عقلك عم بيروح شمال يمين 60 ثانيه، مش عم تعرفي تكوني حاضره. لان لما انت تركزي على شغله من هدول الثلاث شغلات لمده دقيقه كامله، انت عم بتكوني حاضره باللحظه هاي. هذا بالضبط اللي عم نجرب نوصل له، الحضور تبعولك. اكيد بده يمر على بالك 100 شغله وشغله، حتى اللي بدرسوا مديتيشن بقولوا لك انه اغلب الوقت كمان كتير بيتعذبوا لحتى يتعلموا الحضور، انك تكوني حاضره. هلا شو هذا الحكي ممكن يفيدنا يا كارول؟ انه نحن نكون قاعدين مع ناس ونكون حاضرين. شوفي كيف. هلا المره الجاي اللي بتكوني قاعده مع شخص معين وبتحسي انه عقلك عم بيشد عم بيروح منك حاضره، شو اللي ناسبك اكثر شيء من هدول ثلاث شغلات تركزي عليه؟ خلينا نقول انه ناسبك تركزي على اصابع اجريك. خلينا نقول انت قاعده مع حدا وحسيت انه عم بتشدي، immediately لمده لحظات ركزي على اصابع اجريك، بترجع بتحسي مثل كانه صار حضور، وبترجع بتركزي من اول وجديد على الشخص اللي انت موجوده معه. وهيك بيبقى عنا عاملين لحتى يكون عنا الكاريزما توب بعد الحضور. العاملين هيدول اللي هن السلطه او القوه والدفى. السلطه او القوه
بتبين لنا انه الشخص هيدا فيه يغير العالم، يا اما بيكون معه مصاري كتير، يا اما حيكون عنده سلطه على غيره، عنده تاثير على غيره، يا اما عنده مركز بالمجتمع معين، يا اما عنده ذكاء فظيع، يا اما الفيزيكال سترينث تبعيته يعني القوه الخارجيه يا لطيف اوفر ذا توب، يا اما الخبره العاليه اللي عنده. بس هاي الشغلات بتبين لنا نحن بس بخلال البادي لانجويج اللي هي لغه الجسد اللي هعلمك انت كيف توصلي لها. وعندك الدفى. الدفى شو هو؟ الدفى هو انه انا حس انه هذا الشخص اللي عنده سلطه قويه هل حيستعمل السلطه او القوه تبعيته لمصلحته، نيه منيحه تجاهي، او بس لمصلحته هو لانه عنده السلطه. فالدفى هو بيسكلي انك تبين انه انت شخص بهمك غيرك، محبه، بهمك انه يعني مثلا انا تعلمت هاي الشغله، يا الله تعي تعلميها، عندي نية منيحة انه انا شغلي مشيت معي بدي اياك انت تتعلميها وتمشي معك. هاي النية المنيحة. اما السلطة او القوة اللي هي بتبين بالباري لانجوج انه انا عندي سلطة انه انا غير العالم. هلا كيف نبين انه عنا سلطة ودفع بنفس الوقت لحتى نعلي الكاريزما تبعيتنا؟ قبل هيك بدي اياك تتخيلي شغلة. اليوم تعرفتي انت على شخص جديد اول مرة بحياتك بتشوفيه، لا عملتي له انترفيو، لا عندك باك جراوند تشك عليه، ما بتعرفي عنه ولا شيء. اول هيئه بتاخديها على هذا الشخص، خلينا نقول اول شغله مثلا على السلطه او القوه، بدك تقولي مثلا اذا لابس كتير اشياء، مثلا ساعه يا لطيف حقها 100,000 دولار، ولا شايفتيه بسياره يا لطيف، انت يقسم انت بتوقع تغري انه عنده سلطه. اذا كان الباري لانجويج تبعوله فريندلي يعني لغه الجسد هيك مريحه، دغري انت بتتوقع انه هذا شخص دافي وعنده نية منيحة. أما إذا كانت البوستر تبعيته، البوستر يعني كيف كتفي كريكز، البوستر تبعيته صح مبينة سأل النفس، أول شغلة بتخطر براسك أنه أكيد هيدا شخص عنده سأل بالنفس، يعني عنده شيء يعطيه سأل بالنفس هاي، لحتى عنده سأل بالنفس هاي. هيدي أول لمحة بتاخديها على أي شخص كان يكون. فأنت يؤسيوم أنت بتتوقع دغري أنه هيدا شخص عنده كاريزما إذا كان عنده هاي الشغلات بالباري لانجويج تبعوله بلغة الجسد تبعيته. أما إذا كان شخص قدامك عنده بس سلطة أو بس دفع، شوف الفكرة وين. السلطة لحالها بتطلع أنه امبرسيف، يعني أنه واو شي منيح، عنده سلطة، عنده قوة، شي حلو. بس بنفس الوقت هذا الشي ما بيعمله أنه شخص عنده كاريزما. ممكن هذا الشخص كمان يبين أنه شايف حاله كتير. أما إذا عندك الدفع بدون السلطة كمان انه يا الله محبة ما احليها بتجنن، بس مش معناتها انه عندك كاريزما. ممكن كمان العالم تتفرج عليك انه يلا بس بدها تمسح جوخ او بس بدها ترضي، لانه انت عندك الدفع وعندك النية المنيحة. شو معناتها الباري لانجوج الفريندلي لحتى يبين يعني لغة الجسد اللي بتبين انه عندك الدفع والنية الطيبة؟ هيدي الباري لانجوج انك انت تكون جسمك مفتوح، هيك بكون فريندلي. شو يعني جسمك مفتوح؟ فريندلي يعني قريب على القلب، يعني بلغة الجسد إذا عملت هاي أنت مسكر على جسمك. إذا فاتحة على جسمك يعني إيديك مفلتيهم، معناتها أنا لغة الجسد بتبين لك أنه أنا شخص فريندلي، عندي نية منيحة. إجريك حاولي إجريك ما تقربيهم، ما تسكري على حالك. فردي حركة إيديك لما تحسي حالك إنك أنت عم تحكي بموضوع معين وإيديك شفتيهم عم يتحركوا، خليهم يتحركوا، ما تجربي تسكري على حالك. الوجه لما تكوني حاطة وجهك تحت أنت مسكرة على حالك، لما تكوني معلية التشن تبعولك أنت فاتحة على حالك. البوستشر تبعيتي اللي هو صدرك شوي لقدام، التشن تبعولك لفوق، كتف راكز، هاي البوستشر بس بكل بساطة لحتى يبين انه عندك ثقة بالنفس كتير، وبنفس الوقت تكون مبينة فريندلي يعني قريبة على القلب، وبنفس الوقت يبين عندك سلطة، لانه انت لما يكون عندك ثقة بنفسك بالبوستشر تبعك ببين عندك ثقة بالنفس، معناتها كمان بيعطيك شيء من السلطة. هلأ هيدول الشغلات الثلاثة اللي هو الحضور، السلطة، والدفع، الثلاثة ثلاثتهم بيتضمنوا لغة الجسد. خليني اقول لك شغلة على لغة الجسد. لغة الجسد، هل ممكن برأيك انك تقدر تركزي على ايديك وحركة تمك، حركة حواجبك، حركة الفورهد، جبينك، حركة اجريك كيف حاططيهم، حركة كتافك كيف حاططيهم، كله مع بعض بنفس الثانية؟ ولا ممكن
مستحيل. واذا جربتي تعملي هذا الشيء وتمثلي، اللي بيصير معك انه اللي قدامك اللاوعي تبعوله بيلقط هذا الشيء، يعني الحاسه تبعيه اللي قدامك اذا كنت عم بتمثلي فيها وعم بتركزي على كل تفصيله رح يلقط انه في شيء غلط، والحاسه تبعيته رح يقول له انه لا هيدي فيها شيء غلط عم بتجرب تمثل، وممكن يبين انك انت شخص فيك متصنع كثير، ممكن تقلب ضدك. فانك انت تجربي تعملي الاكسترنال يعني كل شيء خارجي بدون ما تنتبهي على شو عم بيصير جواتك، بتكوني عم تبني بس الجذور غلط. خلينا نقول بدك تعملي سيمينار، عندك شغله بدك تقدميها لناس، فيك تستخدميهم هاي الكم شغله، بس هيدا الشيء مؤقت، لازم انت تعمليه من جواتك. لحتى تعمليه من جواتك بدنا نتعلم موهبه جديده داخليه. شو هي الموهبه الداخليه؟ الموهبه الداخليه انه انت تعرفي شو بكي من جوا، ويكون عندك التولز شو تستخدمي لحتى تصلحي اللي جوا. عقدت هلا شوي، هلا فسرتكم اياها. شو معنى هذا الحكي؟ الانترنال ستيت تبعيتك، يعني شو في شيء عم بيصير من جوا. اذا انت مفكره انه كل حدا عنده كاريزما عنده كاريزما كل الوقت، بتكوني غلطانه. اذا مفكره اللي عندها ثقه بنفسها كل الوقت عندها ثقه بنفسها، اكبر غلط. كل حدا فينا عنده اوقاته، بس الفكره انه انت تعرفي لما الثقه بالنفس تبعيتك تنهز، تعرفي ليش عم تنهز، لانه انت عم بتفوتي جوا نفسك تتعرفي على نفسك وتعرفي ليش عم تنهز، ويكون عندك شو الطريق لحتى تظبط هاي الزعزعه اللي صارت بثقتي بنفسي. انك تعرفي غيرك معرفه، بس انك تعرفي نفسك وزدم حكمه. فانت كيف بدك تعرفي شو جواتك؟ يعني خلينا نعطي مثل، خلينا نقول اجيتك فتره انت هلا الثقه تبعيتك بالنفس يا لطيف نزلت هيك نزلت لتحت، مع انه انت عندك ثقه بنفس كثير قويه. بدك تعدي تسالي حالك جوا ليش، ولما تسالي حالك ليش، شو هي التول، شو هو الشغله اللي عندك اياها انت بايدك تتغيري هذا الشيء اللي جواتك؟ مخك، قانون الجذب law of attraction. لما انت تعرفي تتحكمي بمخك، تعرفي تتحكمي بثقتك بنفسك، فلما تتزعزع اوكي مش مشكله، بعرف انا فوت جوا حالي وقلت يا كرار ليش عم تتزعزع ثقتك بنفسك. اللي عقلك بيامن فيه جسمك بيظهره، بيريد اند اوف ستوري، نقطه على السطر. اللي عقلك بيامن انه انت كذا جسمك بيظهره بلغه الجسد. فلحتى ما نقعد نمثل لغه الجسد هيدي، فوتي على الاساس اللي هو عقلك. بديك تخيلي معي شغله، هلا خلينا نحكي انك قاعده على فيلم وعم تحضري فيلم رعب، دغري حد لما يجيكي شيء بخوف جسمك دغري بيكمش، صح ولا لا؟ هلا بديك تتخيلي شغله، في رمل تحت اجريك، بديك تتخيلي انك مسكتي حامضه، اكلتي الحامضه كل الحامضه، وراها دغري بتعرفي هاي الحامضه الخضراء كليها دخلك اياها احمض. شوفي لا في رمل ولا في حامض ولا في شيء، بس انت دغري حيكز عليك هيك، اول ما تتخيلي حالك عم تاكلي الحامضه رح تكزي هيك حامض. شفتي كيف جسمك عمل لغه جسد مش موجوده اصلا، بس لما غيرتي هون. هعطيكم ظاهره اسمها ذا بلاسيبو افكت. هاي شغله صارت طلعت معهم، بلاسيبو افكت قال لك شو هي بيسكلي، حبه وهميه، حبه دواء وهميه. اخترع هذا الافكت باول شغله بلشت بالحرب العالميه الاولى. الحرب العالميه الاولى صار معهم انه انقطع من الادويه، فوقت انقطع من الادويه يجوا العالم كله مرضان وكله حرب عالميه. وقتها صارت تجي العالم على لحتى تاخذ الحبوب الدواء، اللي عم بيعطي حبوب الدواء يعطيهم حبوب دواء وهميه، مش موجود عندهم بقى الحبوب الدواء اصلا. قال على القليله انه بالوهم يفكروا حالهم تمام، انه شو بدنا نقول لهم؟ بدنا نقول لهم انقطعنا من الدواء؟ قاموا بلشوا يعطوهم حبوب الدواء هدول الوهميه، منه ما فيه ولا شيء من الدواء اللي هن لازم ياخذوه. والغريب صار انه بالخمسينات، بال 1950ات صار في علم على هذا الموضوع، وفاتوا فيه دق، يعني صاروا يتفرجوا عليه ديبر اعمق. ليه؟ لانه بالحرب العالميه الاولى وقتها صارت هاي القصه وصاروا يعطوا الحبوب الوهميه، عالم كتير صحت وهن ما عم ياخذوا الدواء صح،
نسبة كبيرة، مش رح أقول كلهم، نسبة كبيرة من الناس صحت وتعافت من دواء وهمي، يعني اللي أنتم مؤمنين فيه هو اللي رح يصير. الباري لانجوج تبعيتك كتير، إذا فتنا على الستيت مايند اللي جوا نحن جواتنا شو مؤمنين، هذا كله يتو بيطلع لبرا، وبيطلع لبرا إنه نحن عنا الباور، عنا النفوذ، القوة. كيف؟ بديك تتخيلي حالك عندك إياها. هل هي خبرة معينة بدك إياها إنك أنت تتخيل حالك إنه أنا خبيرة بهالشغلة، أنا معي مصاري كتير، أنا عندي نفوذ، أنا العالم بتحبني، أنا بالمجتمع كذا. بديك تبلشي تآمني بحالك، كذب الكذب لحد ما تصدقيها. واللي بيقلك ما تعملي هيك ويا لطيف عم بتكذبي على حالك، ما تقربي منه، خليه. أنت فكري بحالك، قانون الجذب اللي أنت بتتخيلي رح يصير هو اللي رح يصير، وأنت من اليوم رح تتغير حياتك كومبليتلي، لأن بديك تحطيهم على ورق وقلم. عندي ثلاث شغلات بدي اشتغل عليهم. حضوري، بدك تركزي بكل شيء. انت اليوم قاعده بهاي القعده، بدك تركزي بهاي القعده. شو ما كنت تكون بتلغي لي كل شيء برا، بتلغي لي اياه وبتفكري بس بهاي القعده. عندك النفوذ والسلطه تبعي، البوستشر تبعيتك تكون صح، طريقه اللغه الجسد تبعيتك تكون صحيحه، وعندك الدفى. الدفى تبعولك اللي هو انك تبين انه انت عندك النيه المنيحه، ما تبينيها بتمثيل لانه اللي قدامك رح يحسها. مشان هيك انا بمشوارنا كله شو بدنا نقول لكم، حكمه من الحكم، حبي حالك وحبي غيرك من دون شروط. لما تعرفي تتعلمي هاي الحكمة، حياتك كلها بتصير تمام، وبيناتهم الكاريزما بتجي لعندك، لأنه كل ما أنت بتحبي الخير لغيرك، كل ما أنت عندك الدفع هيدا. بس أهم شغلة أنك تجمع بين الثلاثة، ما تنقصي ولا واحدة فيهم. أهمهم الحضور، برجع بحكي، وبعدين اشتغلي على السلطة والدفع. بتمنى انه هيدي الحلقه تكون عند حسن ظنكم وتكون عجبتكم. ما تنسوا تقولوا لي رايكم فيها بالكومنت، ومشان الحلقه اللي جايه نهار الاثنين على الرد رح نشوف اكثر سؤال انسال بالكومنتس بهذا الفيديو والفيديو الماضي اللي صار عليه اكثر شيء تفاعل، بنفوت فيه مع بعض نهار الاثنين بحلقه الرد. اذا كانت اول مره لك هون على هيدي القناه، ما تنسى تكبس السبسكرايب بتن لحتى يوصلك مني كل جديد. مع كارول بنزل معكم كل نهار خميس بموضوع كامل، وكل نهار اثنين بحلقه الرد، أنا وياكم مع بعض. بحبكم قد الدنيا، بشوفكم المرة الجاية.